عملنا استعلام الكتروني للبرنامج بحيث انه المواطن مش لازم يروح الوحده الاجتماعيه عشان يستفسر، ممكن يستعلم الكتروني. عملنا نظام تظلمات على الكتروني برضو عشان يقدروا يدخلوا يعملوا تظلمات. بنحسن منظومه التظلمات، احنا ما كناش حلوين فيها السنه اللي فاتت، الحمد لله مؤخرا بدانا نتحقق منها. دربنا في هذا الوقت حوالي 8900 موظف علشان يقدر يتواءم مع المنظومه الجديده. بنعمل قاعده بيانات موحده مع الجمعيات الاهليه، لسه كنا بنراجعها النهارده عشان ناخد كل البيانات اللي بتمولها الجمعيات الاهليه، المؤسسات الدينيه، لجان الزكاه، فنعرف انهي مواطنين بياخدوا ايه من مين، فنقدر نرصد. لو ما انا بذكر الرقم القومي بتاع المواطن بيقول لي المواطن بياخد تكافل، بياخد مثلا من جمعيه كذا، بياخد من لجنه زكاه. فان شاء الله بنهايه يونيو 2021 هيكون عندنا منظومه كامله للحمايه الاجتماعيه مميكنه على التكافل وكرامه. فالحمد لله البرنامج واخد شكل اكثر، مش بقى تحول الاستاذه لميس من مش دعم نقدي، تحول لبرنامج حمايه اجتماعيه حقيقي بتشمل المواطن. بنربط ببيانات حياه كريمه، الاسر المستفيده من حياه كريمه بنربطها ببيانات تكافل وكرامه. طبعا. علشان بدانا نربط البرامج ببعضها او ببرنامج الطفوله المبكره وتكافل وكرامه. طيب. فكل ده بيتلم في قاعده بيانات واحده بتشمل المواطن ماذا يستفيد من تدخلات الحمايه الاجتماعيه. طيب.